متى تكون نية الصوم؟ الجواب: يجب أن تكون نية الصيام من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ولضرورة تقدم النية على ابتداء العبادة، متى ننوي الصلاة؟ قبل تكبيرة الإحرام، لأن النية شرط، ومن شأن الشروط عند الفقهاء والأصوليين سبقها للعبادة واستمرارها في جميع أجزاء العبادة حتى تفرغ منها. وهذا فرق بين الشرط والركن. الركن يطلب في أثناء العبادة ولا يطلب استمراره، وأما الشرط فيطلب قبل العبادة ويطلب استمراره. فرع: كيف تكون هذه النية؟ كيف أعرف أني نويت أني صائم؟ الجواب: عندنا قاعدة في باب النية احفظوها، النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه، ما يحتاج لا تعضيل ولا استشعار ولا تلفظ ولا تأمل. ولذلك الإنسان إذا تسحر، لماذا يتسحر؟ ليتقوى بتلك اللقيمات على صوم غدا. إذا علم أن غدا إيش؟ صيام واجب، فعلمه بأن غدا صيام واجب هذا هو النية. ولذلك يفرق الناس بين ليلة الصيام وليلة الفطر. ليلة عيد الفطر نحن نأكل فيها ولا لا؟ لكن هل نأكل على أننا سنصوم غدا؟ الجواب لا. فإذا قاعدة أبي العباس أن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. وأجمع العلماء على بدعية الجهر بالتلفظ بالنية، واختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك على قولين: والأحق الذي لا ينبغي القول بغيره أنها بدعة، لأن القاعدة المتقررة تقول: النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان، فبدعة أن تتلفظ بها جهرا إجماعا، وبدعة أن تتلفظ بها فيما بينك وبين نفسك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ولا يتلفظ، وكذلك أصحابه من بعده، ولا يزال عليه عمل أهل العلم رحمهم الله تعالى.